هكذا متابعينا مستمعينا الكرام، تواصل مستمر تابعنا الشوط الماضي ذهب مع الفارس محمد بن سهيل بن وديمه العامري صاحب الشوط الرئيسي من المهجنات الاصايل، سجل 6:22 تهانينا والف مبروك. نرحب بالشوط الخامس بمجموعه الاشواط، والشوط الخامس للبكار المحليات الاصايل. نتقدم مع اول المنطلقين، هذه جواهر حمود بن عبد الله بن حمود البرواني يتقدم المشاركين مع مقدمة هذا الشوط، نقله مع المركز الثاني. المركز الثاني الآن وصول من مضبيان مغير بن سالم بن حارب العميمي، نقله مع المركز الثالث. المركز الثالث الآن وصول مع المركز الثالث بهذه اللحظات اللي بدلت موازين الشوط، اللي هي مشغلة السيد للسيد مع بن عبيد بن محمد الراشدي، بينما وصل إلى المركز الرابع من الزاوية الثانية اللي بدلت موازين الشوط، تغيرت إلى المركز الثالث بهذه اللحظات. شوف كم رقم أبو محمد اللي منك اللي بدلت، لكن بشوف المركز الخامس. المركز الخامس وصول من شعار راعي عطوة، هذا اللي هذا الحذر وصلت، الحذر مبارك بن خالد بن حارب الخيلي. المركز طبعا حتران روي هناك اللي غيرت، هناك اللي غيرت هذه الهايل سعيد بالويهي بسعيد بن نبهان الحرسوسي، وصلنا وياك من المركز السادس. المركز السادس الان قدومه مع المركز السادس من قبل الان اللي هي سلطانه منصور بن محمد بن عنوده العامري، المركز السابع. المركز السابع عليها رقم سبعه وهي في المركز السابع اللي هي معيار سهيل بن سعيد بن محمد الكيله العامري، ولكن رقم واحد اللي بدلت الان شعار بن بدر العامري اللي غيرت الان هذه معيار، نعم، للسيد عمار بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري المركز التاسع. شوف اللي دخلت، الله الله الله، وصلت الان، غيرت الان اللي هي نظره المسلم للسيد مسلم بن اخويته بن سعيد الراشدي. هذه نتيجتنا للثمانيه المراكز المتقدمه، وشوف هني التغيير ما شاء الله على مقدمه الشوط، خلك مع الخمس المراكز المتقدمه. هذه اللي بدلت الان، اللي غيرت بن ظبيان تبحث تقدم اجمل العروض مغير بن سالم بن حارب العميمي، الله، ولكن عادت مره ثانيه، عادت جواهر حمود بن عبد الله بن حمود البرواني قادم. وشوف يا سلام، وصلت الأسماء، وصلت الحذر، غيرت مع المركز الثالث، الحذر مبارك بن خادم بن حارب الخيلي، والدخول هناك، الدخول هناك بن عويد بن عنود بن عنود العامري مع سلطانه منصور بن محمد بن عنود العامري مع المركز الثالث، غيرت ما شاء الله مع المركز الثالث. المركز الخامس هني، المركز الخامس قدوم من مشغله للسيد جمعه بن عبيد الراشدي، وال
المركز احتلت المركز الخامس، المركز السادس عندك يا بن بدر العامري اللي معيار عمر بن محمد بن بدر العامري. ونقول يا شباب الموقع وين؟ ما شاء الله بدا الزحف للمراكز الخلفيه، بدات حراره الشوط ترتفع، بدا التغيير اللي هي حذاري من الحذرة، بدلت الحذرة، غيرت الكيلو المتر الأخير يا راعي الحذرة، الكيلو المتر الأخير الحذرة السيد مبارك بن خادم بن حارب الخيلي، بدا بالمحارب بن حارب الخيلي مع سلالة الحذر. هذه الحذرة الآن تحتل مقدمة الشوط، ولكن الغدوم الله يا سلام يا سلام، مشغله مشغله، بدلت باليمين وباليسار، يمع بن عبيد بن محمد الراشدي، وصلكم بن بدر، وصل بن عنود عمالقة ما شاء الله. نقول جولة الأوامر يا شباب، يا بن عنود يا العامري ما شاء الله، بدأ التعاند الآن، تعاند تعاند سلطانه سلطانه يا سلطانه، هذه سلطانه منصور بن محمد بن عنود العامري، بدأت ترفع راية التحديد التهديد مع الحذرة، ولكن سلطانه ما شاء الله. وتقول ولكن عادت الحذرة، حذاري من الحذرة على مقدمتي هذا الشوط، مبارك بن خادم بن حارب الخيلي. الله يا مشغلة، تحركت مشغلة، جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي، افتحوا لها الطريق، تبغي لها درب جولة الأوامر، الحذرة ومشغلة. يا سلام الراشدي، ولكن بشوف مع اللحظات الأخيرة، مشغلة ولا الحذرة؟ هذه مشغلة للسيد يمع بن عبيد بن محمد الراشدي، بينما المركز بالدخول مع الحذرة للسيد مبارك بن خادم بن حارب الخيلي. بشوف التحكيم، بينما المركز الثالث منصور بن عنود العامري مع سلطانه، المركز الرابع للسيد عمر بن محمد بن بدر العامري، المركز الخامس متابعينا الكرام اللي هي نظرة نقدم الثاني والناموس، مسلم بن خويتم بن سعيد الراشدي. عودة بالتوقيت الزمني 6:24، وبشوف بتأكد من الدخول ما شاء الله بين مشغلة اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، مشغلة وأيضا والحذرة، مشغلة الحذرة المبارك بن خادم بن حارب الخيلي، ومشغلة يمع بن عبيد بن محمد الراشدي. بشوف توقيت 6:24.